مع أول فرسان المنصة هو ولحسن الطالع بأنه من رواد قصيدة النثر أيضا، فربما يلقي الضوء على العلاقة بين السمات ما بين قصيدة النثر وما ورد من هذه في هذه الرواية. هو نفسه كاتب الرواية. ما أنا بقول ظاهرة تحول الشعراء، أنا حتى كتبت رواية العلم البحر. ما ده خط ملموس؟ كتير يعني أنا كتبت رواية بس على البحر مع الشاعر والمترجم الصديق أسامة السكاتي. صف النبي يا سيدي. الحمد لله على السلامة. يعني بداية هستغل بس تقديم حضرتك وأقول تعزية لأستاذنا الكبير دكتور شاكر عبد الحميد رحمة الله عليه، اللي هو يعني فقد عظيم الحقيقة، يعني مش فقد سهل يعني، وهو أحد أنا بقول إنه أحد العلماء يعني المهمين في حقله، وخسارة كبيرة لنا كلنا، وطبعا أستاذتنا العظيمة نوال السعداوي. السنة دي عجيبة خالص يعني، بنفقدهم في الفترة الأخيرة دي أسماء كتير مهمة يعني، في الفترة الأخيرة كأنه الساحة بدأت تخوى يعني أو تخلو يعني من ناس مهمة جدا وأركان مهمة في المشهد. حقل البيتزا لأسامة حداد يعني كان المفروض إحنا نناقشها من حوالي 28/12 كتير، وبعدين تم توقف النشاط لفترة فتأجل مناقشتها وكده، وده خلاني يعني أتعامل مع حقل البيتزا مرتين في مرتين مختلفتين، فيعني المفروض إنه يدفع لي مرتين كمان قبل الحقل. عن الأسئلة الأول اللي طرحها أستاذنا الشرقاوي تتعلق بفكرة يعني جزء منها، لماذا يكتب الشاعر قصيدة ولماذا لا يكتب الروائي، لماذا يكتب الشاعر رواية ولماذا لا يكتب الروائي قصيدة. أظن حتمية الأشياء بتقول إنه الشعر يحتاج إلى مجموعة من العناصر اللي ليست مؤتال الروائي اصلا السليقة، وعليه انه يتدرب عليها قبل ما يبتدي يكتب فكره القصيده الشعريه، وحتى لو هنتكلم مفهوم كلاسيكي قبل حتى قصيده النثر، يعني عليه انه يعرف الوزن والعروض مثلا علشان يكتب قصيده شعريه. بينما الشاعر حتى بما انه بيعرف الوزن والعروض لكنه معطى بالنسبه له فنون السرد كلها موجوده ليه، فبالتالي لما بيحاول يطرح نثريه من النثريات بيبقى متاح ليه انه يكتبها يعني. ليه بيتوجه الى الروايه؟ ده سؤال ذاتي جدا يعني، ما اقدرش اعمل له تقييم يعني اجابه كامله تقول والله ليه الشعر بيتقدم الى كتابه القصيده، لكن اظن انه في احيان كثيره بيكون في هناك كثير من المخزونات الحيه اللي بتحتاج انها يعني تفلت شويه من اثار المجاز، من اثار تبطين المعنى في بطن الشاعر وما اليه، لانه عايز يبوح بشكل كامل، فبيبقى الرواية هي المنتج أو الحل بالنسبة له. طبعاً في مقولات بقى كتير خالص حصلت الفترة الأخيرة دي، زمن الرواية وزمن الشعر، وإن الرواية أكتر مبيعاً في المكتبات أكتر من القصيدة، وإنها مقروءة أكتر للناس وما إليه وبتاع وكده، كل دي عوامل موجودة، لكن أنا ما أقدرش أنجم أقول والله ده السبب المحدد اللي خلى أسامة يكتب الرواية أو غيره يعني، لكنه السبب الأهم في رأيي هو أنه يستطيع. بما انه يستطيع اذا يعني لماذا لا يمارس؟ ويريد طبعا يعني دي ما الاراده انا مش عارف اجاوب عليها، الاستطاعه طبعا موجوده بشكل حي. ليه بقى حقل البيتزا والمفارقه العجيبه ما بين حقل وبيتزا وكده؟ يعني خلوني بس استذكر مزحه كده كان عملها التلفزيون البريطاني زمان اذاعه بي بي سي، راحت جاية في يوم كذبة أبريل وقالت الآن أعزائي المشاهدين ننتقل بكم إلى مواسم حصاد الإسباجيتي في مش عارف إيه، والغريبة إن 51% من عدد سكان بريطانيا صدقوا إن الإسباجيتي بتتزرع، يعني اعتبروا بالصلصة
يعني فدي كانت من المفارقات اللطيفة. بس هو البيتزا هنا كانت لها أكثر من دلال موجودة جوه الرواية. أهم الدلالات فيهم هي فكرة البيتزا نفسها. البيتزا نفسها هي حاجة هجينة على المصريين يعني بشكل ما. هي بعض الناس كان يقول لك إيه خبزة وعليها طبيخ، يعني اللي هو مش ساندويتش أو كده، أو مش خبز بتاكل بيه، لا الخبزة وحاط عليها الطبيخ على سطحها يعني مش جواه. وفي ناس كتير بتفضل تاكلها بالمنطق ده، يعني المنطق إنها كده. غير إنها مسألة ثقافية بقى، مسألة تثقفية لا علاقة بإنه البيتزا إيطالية بالضرورة، ولأنها إيطالية فهي قريبة من دول أو بلاد الإغريق أو بلاد اليونان يعني، والكوزموبوليتانية والإسكندرية والفخورة، وإزاي تحول إلى عاصمة باسم هذا المقدوني، وحتى المقدوني ما قالش يوناني يعني. وكيف حدث هذا التحاور الثقافي اللي واصل الآن لدرجة أنه الأوروبيين بيسموا الإسكندرية قطعة أوروبا المجاورة لمصر، والمصريين بيسموا الإسكندرية قطعة مصر المجاورة لأوروبا، لأنها تجمع النقيضين فيها في الحياة يعني، وفكرة التثقف الإطلالة على المتوسط والثقافة العالمية بشكل كبير. الشخصية المركزية عندنا في رواية حق البيتزا هي شخصية شفيق، الرجل المتقاعد السبعيني، وسبعين سنة يعني تحتاج إلى فحص دلالتها، يعني دلالة كمان أعتقد أنها دلالة سياسية لا علاقة بزمن معين، يعني هقول بالتفسير الواضح من 52 لغاية فترتنا الحالية. فهو كأنه بيتكلم عن هذه الحقبة من خلال هذه الشخصية على تاريخها، بس هو بيبدأ الرواية من اللحظة يعني قبل هي اللحظة اللي هي الفقد والوحيد، وكل أبنائه تركوه، وكل الدنيا قاعد وحيد جدا، ومعاناته اليومية كرجل ذكر في مسألة إنه يطبخ ما يطبخش، ياكل ما ياكلش، والتسلية الوحيدة ليه هي لعبة النرد اللي قاعد فيها على القهوة، ومساحة الأصدقاء مع مفارقة لطيفة هو بيشير إليها، وطبعا كلنا عارفينها يعني إنه صفحة حظك اليوم اللي تبقى موجودة في الجريدة هي نفسها صفحة الوفيات، يعني أنت بتبشرني بالحظ بالحياة، وبرضو في صفحة الوفيات اللي هي يعني تبقى يعني كده. وطبعا واضح جدا إن هو بيعين صحيفة الأهرام هو بيتكلم، يعني مش أي صحيفة تاني لأنها يعني صحيفة محددة يعني بالمسألة. طيب شفيق ده اللي هو شخصية انت من الاول خالص ما انه يتناول، او هو السرد العليم هو الذي يتناول لسان السرد، فانت طبيعي جدا بيعطس معك حالة ما من حالات التماهي مع هذه الشخصية. خلاص انا هاخد منك الكلام، فانت بالتالي بالنسبة لي شخص سوي وشخص صالح وشخص تستطيع ان تنتقد الاشياء اللي موجودة حواليك، لكنه ببراعة شديدة جدا عبر السرد وانتقاله من لحظة للحظة بيكشف لنا كمية من المثالب في شخصية شفيق نفسه، مرتشي ومزور وعمل مشاكل مش عارف شكلها ايه، وعطل حاجات في المصالح، وخايف يقابل ناس كانوا يعرفوه في اللحظة اللي كان موجود فيها، وصنع منجز شكله كذا في حياته وما إليه. كل دي تفاصيل، حتى ترك أبنائه ليه بيفسر لاحقا في الرواية إنه يعني إيه، هو الأول بيشتكي لك إن أولاده سابوه يعني، وبعدين تكتشف مثلا إن هو عمل إسفين بين بنته وبين خطيبها، ودخل الخطيب السجن في لحظة من اللحظات علشان كده، فاهم اللي هو طب انت بتشتكي من ايه اصلا؟ هو يعني في الدنيا فيها حالة ما من حالات الاعترافية، وهكذا في سياق الرواية كاملة مع الشخصيات اللي بيقابلها مع المصادفات او المواقف اللي بيتعاملوا. انا الحقيقة مش من الناس اللي بتحب انها تحكي الرواية حصل فيها ايه، دايما بحاول ادور على بعض السمات الاسلوبية اللي اتكلم عنها عشان تبقى الرواية صالحة للقراءة اكثر من مرة. شدني حاجتين في القراءة. اول حاجة انا كنت سألت اسامة اول ما دخلت وقلت له انت قريت النشوة المالية لكليزو؟ فقال لي انا قريت النشوة المالية لكليزو، وكان سؤالي خميس يعني كنت محتاج اخد الاجابة عشان مش بس لوكليزو، هي قبله نيتشه
نيتشه عمل كتاب مهم جدا كان اسمه مساءلة التاريخ والحياة او محاسن التاريخ ومثالبه او محاسن تاريخ الحياة ومثالبه، يعني العنوان مختلف عليه في القصة، وكان كتاب صغير خالص من كتبه الاولية اللي عمله، هو عنده 25 سنة وحاجة بتاع 70 صفحة مش اكتر من كده، وبيتكلم فيه عن مراجعات للتاريخ وحضوره، ويعني ايه بيناقش التاريخ بما انه سلطة موجودة علينا احيانا، وبيقول انه التاريخ ده يعني ايه تم نسخه ومحو من على الرق، ونسخه ومحو من على الرق في اي تاريخ تريد من هذه التواريخ اللي انت مثقل نفسك بيه، واللي انت بتقول فيه ايه الشعبوية والسمة المجتمعية والسمة القطرية وما إليه. ويعني بيحاول انه يركز على مناطق، بيقول والله في مناطق معينة من التاريخ علينا ان احنا نهتم بها، والباقي خلاص يعني زي الدورات اللي تحدث في الحياة، يعني فعل التدمير وفعل إعادة البناء مرة أخرى بشكل كبير. لوبليسو بقى على الخلاف من نيتشه، لما عمل النشوة المادية عمل نشوة مادية أمام سؤال أو أقدمها من خلال سؤال الوجود أساسا، أنا فين من هذا الكون كله؟ هل الكون عبارة عن أشخاص وتصرفات؟ هل الكون عبارة عن طاقة؟ هل الكون عبارة عن نظريات أيديولوجية ومجتمعية ومأزق؟ والاثنين كتبوا الكتابين في فترة الشباب، يعني لوبليسو كتب ده وهو في سن برضه مبكرة جدا، ونيتشه كتب ده في سن مبكرة جدا، وكأنها الدهشة الأولى أمام الحياة، أو مش الدهشة الأولى لأنها مش دهشة، كأنها الموقف الأولي الذي يقدمه الكاتب تجاه هذه الحياة. هو دايما بيبقى عنده حالة من مكتسباته، وأظن كمان وده مهم رامبو في بداياته أيام كان لسه تلميذ في فترة من فترات مبكرة عنده، كان بيدرس الشعر الكلاسيكي القديم وتواريخ نابليون وغزواته ومش عارف إيه، وكتب في هوامش كتابه المدرسي أو دفتره المدرسي إنه يعني مالي أنا إنه هوميروس عمل كذا، ومالي أنا إن نابليون عمل كذا، ومالي أنا إنه مش عارف إيه، المهم أنا النهاردة هعمل إيه أو هاكل إيه أو هشرب إيه. فكان سؤال برضو إيه في حالة المجتمع حولك ضاغط يحاول أن يضع عندك مجموعة من القيم اللي أنت بتفضل أسير لها بشكل كبير، وفي لحظة من لحظات بيسأل خياراتك الفردية أو خياراتك الشخصية إيش شكلها بالضبط، يعني بدءا من اسمك لدينك لانتسابك العرقي لانتسابك الأيديولوجي لانتسابك القطري حتى أو قومي أو ما إليه، كلها أسئلة كتير موجودة بتبقى أنت مالكش أي خيار فيها، لكنك أنت في لحظة يعني في معظم الوقت بتبقى مطالب بالدفاع عنها مستميتا. ويمكن وفاة ستنا نوال السعداوي امبارح أظهر ده بشكل كبير جدا، عدد كبير من الناس قاعدين بيهاجموا، عدد كبير من الناس قاعدين بيدافعوا، ولا دول عندهم أساس شخصي ذاتي قرار حر تجاه الدفاع، ولا دول عندهم قرار حر تجاه الهجوم، إنما كل واحد فيهم هو عبارة عن تجليات لمجموعة من الضغوط اللي موجودة عليه بشكل كبير. 90% منهم معرشنا و 90% منهم معرشنا ولا عرب فين الإسلام. لا واللي يقول لك إيه ما قريتش بس شفت لها لقاء، ما قريتش بس أيوة. سمعت في جورنال الكازا شو ما قريتش، يعني اللي هو يعني بأي مناسبة. طيب أرجع للرواية بس عشان ما جعلني أنظر إلى لوبليسو هو مسألة شديدة الأهمية، وهترجع تاني لسؤال حضرتك اللي كنت سألته من شوية، هو فكرة شاعر النثر عندما يكتب رواية لا يستطيع شاعر النثر أن يتخلى من روحه الشعرية، من المستحيل عليه أن يتخلى من روح الشعر حتى ولو حاول الشعر، حتى ولو حاول تطعيم العمل الروائي بشخصيات وأحداث وأماكن وواقعية موجودة تحسها في خطو الأقدام وفي الحركة والمشهد اللي قرب من شوية للعلاقة بالسوق وملامحه، أي واحد فينا راح باب اللوح هيشوف المشهد بعينين أسامة في المسألة، وهيشوف واقعية المشهد، واقعية المشهد الحية تماما. لكن المنتبه إلى الفعل اللغوي، الرواية كفعل لغوي أو إلى الأداء اللغوي، حاجب إن اللغة هنا تحمل قدر من الحساسية بعيدا عن الأخطاء اللي احنا اتكلمنا عنها، هي أخطاء تصحيحية ليست أخطاء أدائية، يعني
المفهوم دوت، الا انه اللغه تحمل جواها هذه النفاذيه وهذه الشفافيه، القدره على يعني خلب لغتك وسلبك اخذك من ايدك كده ولا تشعر بالانتقالات. انت وانت قاعد ماشي في الروايه من فقره الى فقره، من مشهد الى مشهد، لا تشعر بانه حدث هذا الانتقال الحاد او حتى حدث هذا التمهيد للانتقال. الروائي المحترف اللي هو غير شاعر اصلا بيبقى حريص على انه يبين لك ان ده فصل جديد، وبالتالي يقطع السرد ويبدا السرد بطريقه جديده في مشهد اخر، لكنه هنا كان الروايه كلها جت دفقه واحده، وهي بالتاكيد ما جاتش دفقه واحده، مش ممكن هيكتب هذا الكم كلمات يعني في مره واحده، لكنها هو قدر ان هو بمنطق شعري انه يحافظ على هذا الشعور بالدفقه الواحده، وجعل كل الاحداث تتسرب من خلال ادائيه يعني ايه، ما كانش عنده ستراكشر بين محدده زي ما بيعملها الروائيين. طبعا معانا استاذنا محمد دكتور محمد ابراهيم طه، بيعرف الروائيين بيعملوا ايه، بيخطط يمكن المثال كان عن نجيب محفوظ، وبيخطط بيقول والله في الفصل الاول هعمل كذا، والناس منهم بتعمل كروت كمان، يقول لك الفصل الاول والفصل الثاني والفصل الثالث والفصل الرابع، وبعدين يبتدي يملا كل المساحات. لا هو هنا الدنيا مشيت بمنطق التداعي الحر، وكتابة التداعي الحر عنده هنا في النهاية صنعت رواية. طبعا هو منتبه لأنه هيعمل رواية، أنا مش بقول إنه مش قصدي يعمل رواية، لكنه وهو يكتب روايته كانت أفكاره العامة تهيلية مش ممسوكة، إنما هو مشي مع النص بمنطق متعة النص أو لذة النص أو لذة اللغة أو لذة الكتابة، الى ان وصلت معاه الى الصوره النهائيه اللي عمل رتوش بعد كده شويه في النهايه، لكنه الحاله الكتابيه نفسها كانت دفقه تكاد تكون دفقه شعوريه واحده كتب. وهكذا يحدث حاله ايه، واحد هو اسلم السرد كله خلال الروايه الى صوت المونولوج الداخلي، يعني معظم الروايه بدأ من المونولوج الداخلي. شفيق ده المونولوج ده، شفيق ده بداية المشهد قاعد على القهوة وأصحابه بيضحكوا عليه وبتاع، فلم يحدث أي رد فعل أمامهم، ولكن انفصل عنهم إلى عقل، وفي انفصاله إلى عقله دي المشهد الوحيد أو الأول الحسي اللي قال لي والله إيه، في تعدد أصوات أو مفيش تعدد أصوات، أو في حياة موجودة أو مفيش حياة موجودة، لكنه كانت خدعة يعني مجرد خدعة عشان ينتقل إلى داخل عقل شفيق. يبقى كل المونولوج بصوت عقل شفيق، حتى مش بصوت احداثه الفعليه، لان صوته الفعلي بيحدث امتى؟ لما يقابله حد في السكه يقول له مش عارف ايه، او لما يروح المكان اللي قابل فيه الست اسمها لبنى اتكلم عنها بشكل دار المسلمين لبنى والست الاربعينيه وال واستخدم لفظ مرات الاسد وحاجات كده. مش هنا في اللحظات دي بيحدث حوار، مشاركة في الحوار، بس هذا الخروج إلى المشاركة في الحوار أو المشاركة في الحدث يحدث منه على طول رفدة إلى داخل عقل شفيق، عشان يبقى هو صاحب الصوت الغزلي الأساسي في السرد طوال الرواية. بمفهوم الرواية، بمفهوم الرواية، هل ده حلو؟ هل ده وحش؟ ده سؤال محتاج يعني يتكلم فيه مجموعة إيه؟ الاختصاصيين في فنون السرد بشكل كبير، لكني انا ممارس يعني للكتابه بشكل عام شايف حاجتين، شايف اول حاجه فيهم انه الروايه كفن استطاعت عبر زمنها اللي هو مش طويل الحقيقه، يعني الروايه بنت الملحمه لكن الروايه بدات منذ قرنين من الزمان، فقرنين من الزمان دول هم من ايام ما بدأت أشكال الرواية الأولى يعني. استطاعت خلال المئتين سنة دي إنها تاخد تحت عبائتها كل فنون السرد الأخرى اللي موجودة إلى جوارها وتضمها إليها، بل مش فنون السرد بس، فنون الأداء المسرحي، فنون الشعر، فنون يعني التشكيلية، فنون تشكيلية والسينما يعني بشكل كامل، استطاعت ان هي تخليهم جواه ويبقوا لحمه من لحماتها اساسا،
يعني أصبحت مكافئة لكل فن السرد. لما نرجع تاني لمقولة الصناعتين الشعر والنثر، هنلاقي إن الرواية أخذت الصناعتين وحطتهم مع بعض، صغرتهم في بعض، وبالتالي هذا السطر يجعل الرواية قابلة لكل الأنماط وكل الإمكانيات الأدائية التي تصنع من خلالها نسيج. ده واحد. اثنين، كوني أسلمت السرد إلى عقل السارد وأصبح الموضوع له علاقة بتيار الوعي، أصبح من المبرر جدا أو مش من النادر خلال الرواية وأنا قاعد أقرأ إن أنا أفاجأ بمحاورات أو أسئلة تثقفية. أسئلة تثقفية هي من روح المؤلف أصلا، زي السؤال عن طبيعة الإسكندرية، زي السؤال عن طبيعة الكبيرة، زي السؤال اللي هنا اللي اتكلم فيه عن مجموعة من الشخصيات، كل منهم حمولة سردية لوحدها. نجار باشا له حمولة سردية، محمد محمود له حمولة سردية، لازوغلي له حمولة سردية، وجملة ولا يريد أحدا منهم هي رد على حمولات سردية كتير موجودة، حمولات سردية على مستوى الشخصية نفسها، وعلى مستوى الشارع نفسه المكان، وعلى مستوى ما يقع في الشارع. يعني لما أقول لازوغلي على طول هجيب وزارة الداخلية، مش حاجة تاني غير في المسألة دي بشكل كبير، وهجيب الضرايب، وهجيب قصة لازوغلي نفسه اللي هو تمثال لسقة، ما كانش تمثال لازوغلي نفسه، واحد سقة جابوه خلوه شبه لازوغلي وراحوا عاملين التمثال بناء عليه. أصلا القصة دي معروفة، مش كده؟ فبالتالي كل الحمولات التثقفية دي هو مش معني بأنه يعمل لك حالات ليها داخل الرواية، لأنه المنطق منطق تيار وعي. ففي منطق تيار الوعي مش ممكن إنسان بيعمل حالة ما من حالات تيار الوعي يشرح لنفسه، إنما أنت القارئ بقى في لحظتها لما تهتم بالقضية الفلانية وتروح تدور فيها شوية هتتسع معارفك. لكن عدم اهتمامك وعدم انتباهك إلى المسألة لن يؤثر على متعتك بالرواية، لأنك هتعامل بعد كده الأماكن على إنها أماكن دالة لدى الشخصية وبس، خلاص يعني. فالرواية مستمرة في الحدث بشكل. هممني ثلاث حاجات في الرواية. هممني عنصر واحد هو عنصر الإيقاع جوه الرواية. والحقيقة ملكة الإيقاع جوه العمل الروائي ملكة يعني لا تؤتى بسببها. الروائي لما بيجي يشتغل على عمل بيشتغل على العمل بمنطق سردي، المنطق السردي بيخليه يفقد الإيقاع. لكنه لما يكون داخل الرواية بنفس شعري بيبقى الإيقاع تاكئة مرتكز أساسي، بيحدث عنده حالات من حالات إيه؟ ما بقولش إنه متعمد، مش بقول إنه مرسوم، مش بقول إنه محدد على خطوط، لكن بيحدث حالات إشباع أو امتلاء ثم تفضية ثم امتلاء ثم تفضية. فهي التوترات التي تحدث في مسألة إشباع المشهد وتفضية المشهد أو الانتقال إلى مشهد آخر والإشباع به بتحدث حالة الإيقاع ده، اللي هو بيخليك تشعر انه العمل نفسه. يعني انا في اول مره اقرا الروايه قعدت فيها على نفس واحد، يعني اللي هو من اول ما فتحت اول صفحه فيها ورحت متصل باسامه اقول له على الغلطه في الصفحه الاولى بتاعتها، وبعدها لقيت نفسي لقيت نفسي مش قادر اسيب الروايه لغايه ما خلصتها. في المره الثانيه كان الاختبار اكبر، لانه انت روايه انت عارفها، انت قريتها قبل كده وقاعد تقراها للمره الثانيه، فالمفروض انك يعني ايه هتروح تنقل كده وتنتقل انتقاءات، لكن لقيته بيورطني معه في السرد بشكل كامل. يعني الى حد يقول لي انه والله نحن امام عمل روائي فريد في ذاته، فريد في صنعه، يعني مع مشكله. عشان بس ندخل على المشكله. ايه المشكله بقى في الروايه دي؟ انها بالاساس روايه تجريبية. تجريبية. كونها رواية تجريبية، هذا الفن من الفنون التجريبية لدى المتلقي، سواء المتلقي ذو الذائقة العالية أو المتلقي ذو الذائقة المتوسطة، يعني مش بقول المتلقي العالي بالمعنى ده، بيحدث عنده حالة ما من حالات الغرابة في البداية، هو دائما بيبقى عنده توقع للشكل الروائي اللي هو قاعد يقراه، فلما ينكسر هذا التوقع بيبقى رد فعله
إما الترك تماما أو الاندماج تماما. وإذا كان محظوظا اندمج مع القارئ وأصبح الموضوع يعني اكتمل معه إلى النهاية، لكن إذا حبس الترك الكلي الرواية فقدت فرصتها في أنها تتقدم للقارئ بشكل كبير. وإحنا كان عندنا ظاهرة مهمة في فترة من فترات هي ظاهرة المسرح التجريبي اللي كانت موجودة، والحقيقة على قد ما المسرح التجريبي كان مهم جدا في تقديم أشكال وأنماط وفنون مختلفة ورؤى وتناولات المسرح في العالم، إلا أنه في نفس الوقت كان حاجزا بين كتير من الجمهور وبين المسرح كفن، لأنهم يعني منهم متخصصين في مسرح، مثلا رحمة الله عليه الدكتور هاني مطاول الله يرحمه كان واقف وقفة حادة جدا أمام عرض مخدة الكحل بتاع انتصار عبد الفتاح، وبيقول لي والله أنا ما أقدرش أسمي ده مسرح يا دكتور، ما هو مسرح، ما السيميولوجيا قالت والإشارة قالت، وقالت بدل اللفظ يبقى المونولوج، وقالت بدل الجملة الحوارية يبقى الحركة، ويبقى اللوجو يبقى السينوغرافيا، سميه أي حاجة تاني ما تسميهوش مسرح. المسرح قواعده 1 2 3 4 علبة إيطالية، يبقى الموضوع شكله كذا، والدخول من الكالوس هنا طب ما تسمح، لا ينتقل الى فن سميه بالي يا اخي، ده مثلا من التعبيرات يعني. والحقيقه اختلفنا بحده انا وهو يومها لدرجه يعني اعتبر ان انا يعني ايه يعني اعتديت على شخصه يعني، وانا ما كنتش اقصد ده على شخصه، وانا بحبه جدا الله يرحمه يعني بحترمه جدا يعني. فمساله التجريب مساله مخيفه لدى ممارسه اول عمل، أصدق أنه أول عمل رواية، وإن كنت أعرف عن أسامة أنه مولع بفكرة التجريب، هو مولع بأنه الله يا دينفع جربتها نفعت هي. فالحقيقة كمان أسامة في رمضان وارتحت قوي يعني مش كده، كمان مش معني أسامة يعني بنجاح او فشل الانتاج الابداعي بتاعه، هو معني بس بالانتاج الابداعي، وبالتالي بعد كده هي عمرها بقى تشوف ايه اللي هي عايزاه، انا مش مشغول بالمساله دي. عايز اقول انه بما انه التكئه الاولى في الروايه كانت تكئه لغويه، تكئه لغويه اقصد على المستوى الادائي اللغويه، فكان من المعين في الروايه ان يبقى فيها اخطاء، اخطاء قياسيه في القواعدية. وأنا ما بلومش أسامة في المسألة دي، وإن كنت ألومه قدرا ما يعني لازم يلام، لأنه المفروض أنه كاتب يعني دي أداة من أدوات الكاتب بشكل لا كبير، لا جاي لإسحاق الخبر بالضبط، لكني ألوم من قام أو دار النشر اللي قامت على مراجعة العمل، لأنه الحقيقة إحنا عندنا كتير دور النشر عندنا فيها يعني ما ذكر مالك في الخمر، خاصة فيما يتعلق بمسألة خدمة العمل زي ما قال الأستاذ علي. عايز أقول إنه أنا ما زلت مش عايز أحرق الرواية، بس عايز أقول إنه الرواية فعلا هتبقى تجربة ممتعة جدا لأي حد هيكون خوضها، رحلة جميلة جدا. أجمل ما فيها إنها بتقدم كل انتقادات هذه الفترة بتاعة 70 سنة اللي إحنا بنتكلم عنها، فترة بعينها احنا عارفينها كويس، تحول ما من تحولات مصر يعني المعاصرة، دون ان يكون هناك اي خطاب زاعم في مصر. كانت بتتحول هذه الخطابات الى احداث وافعال، وبالتالي احداث وافعال وتبريرات لدى الشخصيات. انا عملت كده ليه؟ مش انا بهاجم عصر ولا بقول والله المسألة بمنطق تنظيري، انما انا بتكلم عن اشخاص احياء من لحم ودم وبيتحركوا. وأظن ده أهم عناصر نجاح الرواية. الرواية إذا كانت مكتوبة بمنطق أيديولوجي تفكيري شعاراتي هتفقد كتير قوي من روحها، إنما الرواية لما تتحول إلى أشخاص من لحم ودم بتتحرك وتتفاعل وتتصادم وتتحاور وتنسى بعضها وتتذكر بعضها فيما بعد وتستخبى من بعضها في أماكن زي ما حدث في مشهد عادل اللي ما كانش موجود في الجزء اللي هو قراه، لما انت فلان وتذكر عادل وما اليه، كل دي تفاصيل بتخلي الروايه روايه، بتخلي الروايه فن اكتر منها فن مقاله او فن بحث او فن خطابه او فن ما اليه يعني. ده باختصار لا يخل بالامر ولا يفرط في كشف الروايه اللي حابب يقراها لسه.
شكرا. شكرا للصديق الشاعر والمترجم الأستاذ أسامة جاد.